كمان أكدت الوزارة استمرار تطبيق منظومة الخبز من خلال حصول المواطنين على الخبز المدعم بالكروت الذكية بمعدل 150 رغيف شهريا لكل مواطن، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تصل إلى 55 قرش، تتحمل الدولة منها 50 قرش، مما يؤكد أن إجمالي ما تتحمله الدولة للمواطن شهريا 75 جنيه لدعم الخبز المدعم. معانا هاتفيا الأستاذ ممدوح رمضان المتحدث الرسمي لوزارة التموين. صباح الخيرات أستاذ ممدوح، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. هبتدي مع حضرتك بالخبر اللي لسه قايلاه أميرة دلوقتي، اللي هو بدء الحملات الرقابية لمتابعة مدى التزام التجار بوضع الأسعار على العبوات أو على السلع. يعني الخبر بيقول إنه في 70% من التجار التزموا بكتابة الأسعار في أول يوم لتطبيق هذا القرار. إلى أي مدى حضرتك شايف إنه في فعلا حالة التزام بهذا القرار؟ ومن لم يلتزم بهذا القرار، ما هي الإجراءات اللي بتتخذ ضده؟ أستاذنا، إحنا بنتابع السوق وفي حالة التزام زي حضرتك ما أسلفت وقلت، حالة تتعدى 70%، وبنتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة القادمة. نحن الآن في شهر يناير، عطيل لنفسنا وعطيل للتجار والصناع فرصة. خلال شهر الحملات الرقابية هتنزل تنبه وتوعي. الفرصة دي يا فندم المدى الزمني بتاعها الخاص بها لحد إيه؟ لحد قد إيه؟ ما انا بقول لحضرتك، احنا في خلال شهر يناير فقط، وبداية من شهر يناير في حاجة جديدة. شهر يناير احنا الحملات الرقابية بتنزل بتوعي التجار، بتنبه بتحذر من عدم الالتزام بالقرار، بترجع تاني للتاجر يشوف الملاحظات تم تلافيها ولا لسه قائمة. لن نحرر مخالفات لأحد خلال شهر يناير. بداية من شهر يناير من شهر فبراير سوف يتم اتخاذ الاجراءات ضد ان يخالف القرار. احنا حضرتك التجار والصناع والحكومه بما لها من اجهزه وما تصدره من قرارات، كلنا شركاء صالح، اشتغل لصالح المستهلك، ومحتاجين نقدم له خدمه صحيح، ونقدم له منتج جيد باسعار جيده. اذا احنا بنتعامل مع السوق برفق، بنتعامل مع السوق بود الى ان يتم الالتزام بالقرار. نفهم من حضرتك ان بدايه التطبيق الفعلي او اجراء اتخاذ الاجراءات هتكون في شهر بدايه من فبراير، يعني شهر يناير ده مهله للتجار. طبيعه بقى الاجراءات اللي ممكن تتخذ ضد من لم يلتزم بمثل هذا القرار مع بدايه شهر فبراير. بدايه من شهر فبراير في حال عدم الالتزام، بالتاكيد هيتم تحرير مخالفه واحالتها الى سلطات التحقيق القضائيه والنيابة العامة وشأنها في تكييف العقوبة التي تراها مناسبة لحجم الجرم أو لحجم المخالفة وفق أي بند من بنود العقوبات التي تنظم التجارة الداخلية في مصر، في قوانين التجارة الداخلية في مصر. عندنا قوانين بتنظم عملية التجارة الداخلية وفيها عقوبات متعددة، والنيابة العامة تستطيع أن تتكل إلى أي بند من هذه البنود وتصنف المخالفة وتكيف المخالفة. طب فيما يتعلق سريعا بتطبيق منظومة الخبز في العام الجديد 2018، زي ما ذكرنا في الخبر الدولة بتتحمل 50 قرش وسعر الرغيف الواحد 55 قرش. الدعم ده هيستمر طوال العام المقبل، ولا كان في أفكار فيما يتعلق بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي؟ هل ده وارد ومطروح، ولا هتستمر منظومة الخبز كما هي؟ قولا واحدا أستاذ الكريم، الدعم مستمر وباقي، وهو أحد أهم الأدوات أو الإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتدخل بها الدولة لحماية مواطنيها. بتتحمل الدولة 50 قرش في كل رغيف، تمام. قصة المواطن الشهرية 150 رغيف، الدعم باقي، تمام. قيمة الدعم الشهر السنوية 45 مليار جنيه، تمام. التفكير في تفصيل الدعم أمور مستمرة على الطريق في إعادة المحاسبة وفي إعادة الرقابة من أجل تعظيم الاستفادة من الدعم بشكل مستمر. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح رمضان المتحدث الرسمي لوزارة التموين. صباح الخير على حضرتك.